إذا مرحبا بكم في درسنا اليوم، الدرس ار ال سي، الضرر المتوالي ار ال سي، الجزء الأول. إذا ما الذي يجب أن نفهمه من التلاميذ الأعزاء؟ أنه كباز كتكون عندي ضارة بهذا الشكل، يكون هناك قاطع للطيار. إذا هناك احتمالين، يا إما أن أضع قاطع الطيار في المربط واحد في الموضع واحد، أو أضع قاطع الطيار في الموضع اثنين. إذا لاحظوا أنني إذا وضعت قاطع الطيار في الموضع واحد كما تشاهدون على السبورة، إذا وضعت قاطع الطيار في المربط واحد، فإن المولد سيتمكن من تغذية المكتف، سيتمكن من شحن المكتف، سيمر الطيار في منحى الاصطلاحي هكذا، سيتمكن، لأن الضارة مغلقة هنا، سيتمكن هذا المولد من تغذية المكتف، وبالتالي عند شحن المكتف كما رأينا في الفيديوهات السابقة، سيرتفع التوتر من القيمة صفر، لأن المكتف فارغ بدئيا، إلى القيمة أو التي هي رتبة صاعدة للتوتر. حين يصل التوتر بين مربطين المكتف إي سي إلى القيمة أو، ماذا نفعل؟ نحول قاطع الطيار من الموضع اثنان إلى من الموضع واحد إلى الموضع اثنان. نحول قاطع الطيار إلى الموضع اثنان، فنحصل كما تشاهدون على السبورة أيها التلاميذ الأعزاء على ضارة متوالية R L C. إذا تذكروا جيدا بأنه دائما في اللحظة التي تساوي صفر، سنجد إي سي التوتر بين مربطين المكتف تساوي أو، فالضرر المتوالي R L C بمعنى أوضح أن المكتف مشحون بدئيا. إذا قانون إضافية التوترات، أعيد وأؤكد أن قانون إضافية التوترات ماذا يقول؟ مجموع توترات المستقبلات يساوي مجموع توترات المولدات. إذا هنا ليس هناك مولد، إذا مجموع توترات المستقبلات AR زائد AL زائد C تساوي صفر ببساطة، لأنه ليس هناك مولد، هذا بسيط. إذا AR زائد AL زائد AC تساوي ماذا؟ تساوي صفر. تعلمون أيها التلاميذ الكرام أن AR حسب قانون أوم هي R فوا E، إذا AR ستعوض بتعبيرها R فوا E، ضرأينا عدة مرات. AL ستساوي ماذا؟ سأعتبر أنني أعمل أو خدام بوشية عادية، بمعنى سيكون عندي R صغيرة فوا E زائد L دي E على دي تي زائد إي سي تساوي ماذا؟ تساوي صفر. هنا سنعمل بإي شدة التيار، لاحظوا أنها تتكرر في هاتين العبارتين. إذا سأكتب R كبيرة زائد R صغيرة فوا إي زائد البقية سأكتبها كما هي L دي على دي تي زائد إي سي تساوي صفر. هنا نعلم أن هذا التعبير لشدة التيار سبق أن رأيناه، إي تساوي C دي لي إي سي على دي تي. إذا هنا سأشتق، إذا دي لي إي على دي تي سأشتق تعبير شدة التيار، بما أن C ثابتة أحتفظ بها. لا تنسوا أيها التلاميذ الأعزاء أنني أستخدم خاصيات الرياضيات في الفيزياء، فالعلاقة ك فوا اف بريم إذا كانت ك ثابتة فإنني أحتفظ بها وأشتق فقط F فتصبح F بريم. بنفس الطريقة لدي C دي لي C على دي تي، بما أن أريد أن أشتق مثلا سأستخدم رموز الرياضيات، بما أن C ثابتة سأحتفظ بها، وهذا تعبير صيغة المشتقة الأولى في الفيزياء هي دي لي C على دي تي، كما مثلا في الماط F في المشتقتين تصبح اف سكوند. الفيزياء المشتقة دي اف على دي تي على المشتقة الأولى، المشتقة الثانية دي كاري اف على دي تي كاري. إذا هنا ستصبح هذه دي كاري لي سي على ماذا؟ على دي تي كاري. أرجو أن يكون واضحا. إذا هنا مكان دي لي سي على دي تي، لاحظوا أنني سي سأحتفظ بها، مكان دي لي سي على دي تي ستكتب دي كاري لي سي على دي تي كاري. إذا سأعيد كتابة هذا السطر مع فرق بسيط، أنه مكان إي، مكان إي سأكتب سي دي لي سي لا دي تي، ومكان دي لي لا دي تي سأكتب سي دي كاري لي سي لا دي تي كاري. لاحظوا معي أيها التلاميذ الأعزاء R
زائد R ما كان E سأكتب C جيلي E C على DT L سأحتفظ بها ما كان جيلي إلى DT سأكتب C دي كاري لي إي سي على دي تي كاري زائد إي سي كما هي تساوي ماذا؟ تساوي صفر. في السطر الأخير سنقسم كل شيء على إل سي، فلاحظوا هنا إذا قسمت على إل سي ماذا سيحصل؟ ستختزل سي، إذا قسمت على إل سي ستختزل إل سي كلها، وإذا قسمت على إل سي غتبني إل سي على إل سي وصفر على إل سي معناها صفر. إذا هنا ستظهر R كبيرة زائد R صغيرة على L دي لي إي سي على دي تي زائد دي كاري لي إي سي على دي تي كاري زائد إي سي على إل سي تساوي صفر. وهذه هي المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر إي سي في الدارة المتوالية R إل سي. أتمنى أن يكون واضحا. إذن سنريد أن نعرف أنظمة التذبذبات ومتى يكون عندي كل نظام على حدة. انتبهوا يا تلاميذ الكرام، لاحظ هنا الزمن T، هنا التوتر S، نفس الشيء الزمن T التوتر S، هنا الزمن T والتوتر S. إذا كانت لدي دارة ليس فيها مقاومة، أعيد وأكرر، دارة ليس فيها مقاومة. ما معنى ليس فيها مقاومة؟ يعني أننا حذفنا مقاومة الموصل أمي، ليس هناك موصل أمي في الدارة، واستعملنا وشيعة مثالية. ما معنى وشيعة مثالية؟ مقاومتها الداخلية R صغيرة مهملة، يعني R صغيرة تساوي تقريبا صفر. فإننا نحصل على ذبذبات دورية. هذا نظام يسمى نظام دوري. في بعض الامتحانات الوطنية أو بعض فروض المراقبة المستمرة يعطيك هذا النظام ويقول لك سمي لي هذا النظام، فهو نظام شبه دوري، فهو نظام عفوا دوري. نمر إلى نظام شبه دوري، انتبهوا كيف يكون. لاحظوا أن هناك تناقص في وسع الدبدبات، أي أن الدبدبة الأولى والدبدبة الثانية أصغر، الدبدبة أقل، وهكذا إلى أن تخمد الدبدبات. وهذه الظاهرة تسمى ظاهرة خمود. خمود ماذا؟ خمود دبدبات. سبب وجود هذا الخمود هو أن هناك واحد المقاومة في الدارة، ولكن النظام يسمى نظام شبه دوري. هذا النظام أيها التلاميذ الأعزاء يسمى نظام شبه دوري. السؤال متى أحصل على نظام شبه دوري؟ إذا كانت هناك مقاومة في الدارة ولكن هذه المقاومة صغيرة، فبحيث أن التذبذبات تخمد تدريجيا، والظاهرة تسمى ظاهرة الخمود. قد تسأل في امتحان وطني أو في فرض المراقبة المستمرة إلى ماذا تعزى ظاهرة الخمود؟ ما معنى إلى ماذا تعزى؟ يعني إلى ماذا ترجع؟ يعني ما سببها؟ فببساطة ستقول نظرا لوجود مقاومة في الدارة، قد تكون مقاومة الموصل الأمي، وقد تكون وجود المقاومة الداخلية للوشيعة. والنظام الأخير هو نظام لا دوري. نظام لا دوري. هذا النظام لا دوري أي أن الذبذبات تخمد دفعة واحدة. نرى هنا خمود حاد للذبذبات. هذا النظام نحصل عليه حينما تكون المقاومة الكلية للدارة كبيرة جدا، فبالتالي نحصل على نظام لا دوري. من المطلوب منك أيها التلميذ العزيز أن تفرق جيدا ما بين النظام الدوري ونظام شبه الدوري ونظام لا دوري. وأعيد وأكرر أن النظام الدوري يكون عندنا لما لا توجد مقاومة في الدارة فنحصل على ذبذبات وسعها ثابت. النظام شبه الدوري نحصل لما تكون عندي مقاومة R صغيرة، المقاومة الكلية في الدارة R توتال صغيرة. والنظام لا دوري فهو نظام حرج جدا سيركريتيك، فهنا نرى خمودا حادا للذبذبات، وهذا لما تكون المقاومة الكلية للدارة كبيرة جدا. إذا حاول وسيظل يحاول العلماء أن يصنعوا لنا دارة مثالية، ليس الهدف الوصول إلى دارة مثالية ولكن اقتراب منها. ما معنى دارة مثالية؟ دارة مثالية معناها دارة لا تضيع لديها الطاقة، دارة لا تحصل فيها ظاهرة الخمود. لأجل ذلك
من الذي يضيع الطاقة؟ فهو الموصلات الأمية أو المقاومات التي تحول هذه الطاقة إلى طاقة حرارية بنفعول جو. إذا ماذا سنفعل؟ سنحذف الموصل الأمي. لاحظوا أن الموصل الأمي اللي كان هنا R فقمنا بعملية حذفه، ولا سنستعمل وشيعة مثالية. ما معنى وشيعة مثالية؟ كما قلنا وشيعة مقاومتها الداخلية مهملة، معنى ذلك أن R صغيرة تساوي صفر أو قريبة جدا من صفر إلى درجة أننا نعتبرها صفر. إذا مجددا قانون إضافية التوترات، قانون إضافية التوترات سيعطيني EC زائد AL تساوي ماذا؟ تساوي صفر. إذا EC سأحتفظ بها. نظرا لأننا استعملنا وشيعة مثالية فإن التعبير ديال AL سيكون هو L فوا دي اي على دي تي تساوي صفر. أعيد وأؤكد أن AL تساوي R فوا اي زائد L دي اي على دي تي. متى؟ إذا استعملنا وشيعة عادية. ما معنى وشيعة عادية؟ يعني لديها مقاومة داخلية، ولكن لما أستعمل وشيعة مثالية معناها أن R تساوي صفر، فالنتيجة أن هذا الترم R كيساوي صفر غادي تظهر في R صفر، فتبقى L تساوي فقط L فوا دي اي على دي تي. ركزوا وانتبهوا أن أبلغنا أنه يجب في كل تمرين توجد فيه وشيعة أن ننتبه إلى وجود هل هناك جملة تقول مقاومة داخلية للوشيعة مهملة أم لا. إذا هنا نعلم أن E تساوي C دي اي C على دي تي. إذا دي اي على دي تي نشتق بنفس طريقة C نحتفظ بها ثابتة، الاشتقاق ديال دي اي سي على دي تي غتعطيني دي كاري اي سي على دي تي كاري. إذا ماذا سيتغير؟ سأعوض فقط دي اي على دي تي بتعبيرها الذي هو C دي كاري اي سي على دي تي كاري. لاحظوا إذا اي سي كما هي كوبي كولي زائد L مكان دي اي على دي تي سأكتب C دي كاري اي سي على دي تي كاري تساوي ماذا؟ تساوي صفر. في السطر الأخير سنقسم مجددا على ال سي، ستظهر لي ال سي على ال سي زائد دي كاري ال سي على دي تي كاري تساوي ماذا؟ تساوي صفر. وهذه هي المعادله التفاضليه للضاره المثاليه ال سي. هذا كل شيء في الجزء الاول، نشكركم على انتباهكم، تابعونا في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.